صباح الخير. عنوانان بارزان تصدرا صحف بيروت اليوم: الجهود المتجددة في اتجاه الاستحقاق الرئاسي في الثاني من الشهر المقبل، والمساعي المبذولة لإطلاق العسكريين المخطوفين في عرسال. سنجول في هذين العنوانين مع الصحافي في جريدة النهار الأستاذ إبراهيم بيرام. صباح الخير. صباح النور أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا فيك، ورح نتابع أيضا معك التطورات الميدانية بسوريا والعراق وانعكاساتها بلبنان. الحدث اليوم سياسي وتحديدا بيتعلق بالاستحقاق الرئاسي، رح نبدا فيه من خلال كاريكاتير ستافرو جبرة بجريدة البلد تحت هذا العنوان: رسم بدلة رئيس الجمهورية معلقة على سلك شائك. انطلاقا من هالكاريكاتير، كيف بتفسر عودة الاستحقاق الرئاسي ليتصدر العناوين بالصحف اليوم؟ ايه، كان لافت اليوم عناوين الصحف انه في مساعي يبذلها مثلا رئيس بري والنائب وليد جملاط، حتى يعني غم اكثر الصحف عندما تحدثت عن يعني فكره تسويه سياسيه ما، نعم، يعني تتعلق بهذا الموضوع الحساس والحيوي والشاغل للناس. يعني حقيقه انا فوجئت يعني كمراقب سياسي بهل انه في هالقد يعني تقدم بهذا المجال. وأنا أعتقد حقيقة أنه ما في شيء جدي بعد لحد هلأ. هلأ عندك فترة فراغ، يعني نعم. النائب وليد جملاط فعلا عمل جولة بتعرفي طويلة عريضة، بلش فيها من عند السيد حسن نصر الله، ما خلى يعني ولا قوة ولا شخصية إلا ما التقاها. لكن هذا لا يعني أنه الأمور جاهزة وناضجة حقيقة أن نرى قريبا رئيسا يملأ الشغور الرئاسي الحاصل حاليا. في فترة فراغ والكل بده يعبيها من مصلحته، وبالتالي يعني إذا ما اشتغل، معلش، إذا ما اشتغل النائب وليد جملاط هاي الشغلة شو بده يشتغل يعني؟ حتى الرئيس بري نفسه، نعم، حتى يعني أكثر اثنين عندهم حرية بالتحرك أعتقد، نعم، بأنه بيتواصلوا مع الكل، هو النائب وليد جملاط وإلى حد ما الرئيس بري. يعني هلا فبالتالي هاي من عدة المرحلة. إذا أنا ما أعتقد أنه هالأمر مرتبط بتطورات يمكن إقليمية أو دولية، أم أنه يعني له بعده اللبناني فقط؟ يعني له علاقة بحسابات النائب وليد جملاط، وهي حسابات مشروعة، نعم، هواجس، ولكن الحراك أيضا انتقل للفاتيكان. يعني اليوم جريدة النهار تشير لحركة سياسية ناشطة توحي بإمكان تسهيل الاستحقاق الرئاسي وطبخة ما تحضر في الكواليس، وتراهن المصادر على حركة اتصالات بين العواصم الخارجية، قد يكون الفاتيكان محورها بعد ما وصل لها البطريرك الراعي يوم الخميس وبدأ سلسلة من المشاورات. يعني أيضا ما ينطبق على النائب وليد جملاط بهالإطار، نعم، مسألة التحريك والتقديم المبادرة ينطبق على الفاتيكان والبطركية المارونية كمان بدهم يعني بهالفترة هاي. لكن يعني اللي بيقرأ المعطيات حقيقة، بيقرأ يعني واقع الحال، بيقرأ حالة الانقسام السياسي الحاد الموجود في البلد، نعم، اللي بيقرأ يعني العجز عن أنه نتوصل لشخصية ما بتكون هي فعلا يعني نجمة المرحلة المقبلة بالرئاسة الأولى، بيقول أنه هذا يعني حراك مبارك كما يقال، وبالتالي مطلوب وبالتالي منشود، لكن لن يؤدي بهذه الفترة إلى يعني شيء خارق. جديد موضوع بده يضل ساخن، يعني كل يوم راح نشوف فكرة جديدة. حتى العماد عون ربط بأن موضوع كسر الكتف يلي تعرض له بأنه أتى، تذكر العام 88 قبل كمان، نحن الصحفيين لا، حتى اليوم مصادره بتقول أنه عندما ولي رئاسة الحكومة المؤقتة وقت اللي وقع، وكمان كان عنده كسر في نفس عدد الأيام اللي فصلت عن موعد تولي رئاسة الحكومة، وهلأ نفس العدد الأيام عن موعد جلسة 2 أيلول المقبل. يعني لهذا الحد رايح في ناس متفائلين بالحكي إن شاء الله، يعني نحن يعني نتمنى فعلا. طيب إذا معطيات اليوم حكمت أنه يكون باثنين أيلول في رئيس، من ممكن أن يكون؟ والله هذا السؤال المحير. يعني إذا في رئيس، معنى ذلك أنه الأفرقاء المعنيين في لبنان على اختلاف يعني ضفتي الصراع، نعم، 8 و14 أذار، اتوصلوا لشخصية وفاقية إذا صح التعبير. مين أو الناخب الأكبر بهالإطار؟ هون السؤال، يعني الأسماء صارت معروفة، نعم، بالبلد، يعني استثني مرشح 14 واستثني مرشح 8، بيبقى في 3-4 شخصيات نتداولهم نحن عادة كصحفيين، نعم، أنه والله قائد الجيش، والله جون عباد، والله يعني شخصيتين ثلاثة تانيين. هلا أحيانا من حين لآخر مثلا بيطلع اسم السفير اللبناني بالفاتيكان، نعم، اللي هو كان مدير المخابرات بالجيش اللبناني من بيت الخوري، يعني مش حاضر.
فبس انه ما يعني غير هيك ما في، انه ما في شيء اسم مخبى يعني يمكن ان يكون فلتة الشوط يعني كان لغة السبأجية بالبلد. نعم، هل بتوضع استاذ ابراهيم كمان كل العناوين التي تتحرك سواء بالنسبة للجيش او بالنسبة لخطر داعش او يعني حتى بالمواضيع الداخلية وقصة سلسلة الرتب والرواتب، هل كلها مربوطة بشخص الرئيس المقبل يعني بشكل او باخر تدل على من سيكون او بالاستحقاق الرئاسي بشكل عام؟ هلا اللي عم تفضلي فيه صحيح، في كم متراكم من المشاكل بالبلد. هل هذا يؤشر على انه والله بدنا رجل سوبرمان؟ نعم. رئيس سوبرمان مطلوب، رئيس سوبرمان بكل، لكن يعني حقيقة لا يمكن لي أن أتكهن بأنه أولا في انتخابات رئاسية، وثانيا أنه والله الأطراف المعنية في البلد متفقة. نعم. على رئيس معين. ما زالت الأمور عند المربع الأول كما صرنا متداولين، يعني قوة 8 أذار بعد متمسكة بالعماد عون فريق يعني 14 أذار لحد الآن ما عنده مرشح، يعني حتى عم بيساوموا عليه ما في، يعني اللي بعرفه أنا. نعم. أنه في دكتور جعجع هو مرشحهم حتى الآن. هلأ قلت لك اللي عنده قدرة يبدل ويغير ويطرح ويجيب هو النائب وليد جنبلاط، وعم بيقول يعني وحقه يعني، وبالتالي هو جاد. هل ممكن يكون النائب جنبلاط أصبح بمربع العماد عون مع حزب الله والقوى الأخرى؟ حسب نتائج الجولة اللي عام فيها، يعني بلش فيه عند السيد نصر الله، رجع لعند الجنرال عون، رجع لعند النائب سليمان فرنجي رئيس تيار المردة، الأوساط يعني حكت أنه بعده في مرحلة الاستطلاع، أنه نعم. طيب هذا مش يعني فيش فعلا عنده اسم جاهز، وبالتالي أنه هذا يعني ممكن يكون هو يعني المطلوب والمنشود وإلى آخره. حتى نعم. الآن ما زالت يعني بإطار يعني جس النبض، أنه في إمكانية فيش إمكانية إلى حد الآن، لكن حتى الآن مثلا 8 أذار يعني اللي بعرفه أنا على الأقل يعني ما عنده مرشح اخر غير العماد عون حتى للمساوم، يعني انه بفتره من الفترات انه قيل انه امكانيه يعني ايوه. نعم. حتى هذا الامر انا اعتقد انه جديا بعد مش بعد ما وارد. اذا طرح العماد عون بانتخاب رئيس من الشعب يلي قالت اليوم جريدة السفير انه بقي مادة للتجاذب السياسي، ونقل زوار الرئيس بري انه اقتراح القانون المقدم من التغيير والاصلاح لا يمكن ان يعرض على مجلس النواب قبل 21 تشرين الاول المقبل موعد بدء الدورة العادية للمجلس. هالطرح بأي سياق اتى؟ خاصة انه قيل انه لم يكن بالاتفاق مع الحلفاء، يعني كانوا يمكن مطلعين عليه بس مش موافقين على مضمونه، اليس كذلك؟ يعني هو حكى في العماد ميشيل عون حكي في قبل فتره يعني طلع وعمله، وهالآن يعني عم بيحاولوا يقربوا يعني قوننوا ايوه. نعم. يعني انا حقيقه بصرف النظر عن امكانيه ان ينفذ مثل هذا الاقتراح او لا ينفذ، ان ياخذ حظه من النجاح او لا، لكن انا اعتقد انه طرح جريء. نحن الان في مرحله استعصاء، نحن في مرحله يعني اذا بدك شرنقه، ما في شيء، ما حدا قادر يقدم شيء، ما حدا قادر يعمل يعني يجترح تسويه ما، لذلك ان تاتي افكار من هنا وافكار من هنا امر مبرر ومشروع. هي تعبئه الفراغ. هلا انت اليها تعبئه الفراغ، بس بالنهايه انه في جراه يعني بس بتحرك المياه الراكده بالضبط بالموضوع. بالضبط انه في استعصاء، نحن في امام مشكله كبيره، طيب كيف بدنا نحلها؟ امام مشكله تتكرر منذ العام 1900 2005 اذا بدك، ف لانه كل ما بدنا نجيب رئيس عم بصير هيك مشكله، كل ما بدنا نجيب مجلس 88 عم تتكرر 88. طيب يعني مظبوط اللي عم تحكي، شو السر انه طيب بكل مره نفس الرجل؟ في عقم، في مشكله عقم بالنظام السياسي بالتركيب. نعم. السياسي بالبلد، يعني الجراه عند العماد ميشيل عون عند فريقه. نعم. السياسي انه عم يطرح حل. نعم، ولكن شو السر انه من ال 88 لليوم نفس الرجل هو اللي عم بحول دون انه يصير في استحقاق رئاسي؟ هو لحاله ما بعرف يعني، يعني العقم إذا بالنظام السياسي ام بمكان اخر؟ لا بالنظام السياسي باستثناء، لو انه المشكله كانت قبل من يعني قبل النظام قبل الطائف كمان كانت نفس كانت المشكلة، والطائف مشكلة، واليوم. نعم. في مشكلة مع في مشكلة وفي 14 في مشكلة، يعني من هي في نظام سياسي مش عم ينتج، يعني عقيم ما عم يقدر يعني إلا عم ينتج يعني المشاكل الداخلية اللي عم تؤدي إلى تفتيت هذا النظام وإضعاف هذا النظام وإنهاك هذا النظام، الكل متمسك فيه. نعم. يعني الآن في واحد وحيد بهالبلد عم بيقول تعالوا ننتخبه، تعالوا ننتخب الرئيس من الشعب. نعم. فكرة جديدة مش مفترض انا اعتقد انه تتهاجم بهذه الطريقه، ومش عم روج لها انا. نعم. مش من انصارها مثلا اذا بدك، لكن على الاقل في واحد بهالبلد عنده
يعني الجرأة يطرح شيء جديد. نعم، ولكن هل الوقت اليوم وقت طرح هيك امور؟ اوكي، هذا الامر يعني اللي عم تفضلي فيه. يعني اذا اتفق، اذا بدهم يجتمعوا ليشرعوا هذا الموضوع فيهم ينتخبوا رئيس. صحيح صحيح اللي عم تفضلي فيه. بخلاف يعني كل الجو الايجابي اليوم استاذ ابراهيم، جريده الديار وحده كان عندها جو انه الانتخابات الرئاسيه لن تجري، تنقل عن مرجع عال جدا ومسؤول انه بالعام 2014 لن تجري الانتخابات الرئاسيه، بل عالن يعني قاعد على 19 مثلا. ما بعرف اذا شيء تطور شيء بعرفني ايه. كل ما سيجري هو التمديد للمجلس النيابي في شهر تشرين لمده سنتين او اكثر. موقف قوى 8 اذار تحديدا رئيس بري وحزب الله اللي عم بيكون انه الرئيس بري بشكل اوضح معارض للتمديد، هل هو حقيقي ام مناوره؟ لا انا اعتقد انه مناور، معلش يسمح لنا فيه، لانه يعني ما حدا عنده اللي نعرفه من الافرقاء المعنيين ما حدا عم يشتغل انه انتخابات حاصله بموعدها يعني بالشهر ال 13. اذا الرئيس بري على ما مناور؟ لا الرئيس بري عم يحكي شغله منطقيه، انه يا عمي طيب هذا المجلس نعم مددنا له عطلتوه او عطل حتى ما نتهمش حدا من الافرقاء. طيب بالنهايه في مشكله بلا بتتمدد بتمدد الى المشكله. طيب او بتجوا للعمل افضل من الفراغ؟ ما هو ذاته يعني الفراغ في مجلس ومش عم يشتغلوا في فراغ، هي ذاتها بالنهايه يعني هلا بس في مشكله. يعني هذا المشكله اللي عم يحكي عنها الرئيس بري موجوده الى شيء، لكن حقيقه الامر يعني حدا بده يشتغل يعمل انتخابات على بكره بموعد. هل بتخاف تتحول المشكله مسيحيه اسلاميه بظل موقف القوى المسيحيه؟ لا 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 على يعني انا اعتقد انه بلحظه اللي يعني في تمديد يعني حتى بده يتكرر الخلاف بين العماد عون وحلفائه بهالمجال؟ ممكن او التباين ممكن، يعني ممكن اذا يعني مثل ما صار بهذه الفتره الماضيه بيبقى محتفظ برايه، بس هذا الامر لا ينهي يعني تحالف سياسي. يعني اذا بكره يعني بقي مصمم العماد ميشيل عون على رفضه، ويمكن حتى القوات اللبنانيه ترفض هذا طيب الامر، وبيبقى الثانيين الحلفاء بال 14 اذار يمكن يوافقوا، بس هذا الامر لا يفرض يعني عقد تحالفات سياسيه قائمه حاليا. 14 أذار سيبقى التباين قائم بالنهاية حيال هذا الموضوع. لكن إذا سئلنا حول هذا الموضوع، يعني موضوع التمديد وارد أكثر من غيره من سواه، خصوصا أنه حتى الرئيس سعد الحريري وقت الإجراء كان متحمس يعني لهذا الموضوع. قبل ما نكمل حديثنا وحتى ما نطرق كثير عبر الهاتف، معنا النائب الأستاذ إبراهيم كنعان عضو تكتل التغيير والإصلاح، لنقرأ معه هالموضوع والموضوع الآخر الرئاسي. أستاذ إبراهيم صباح الخير. صباح النور لإلك ولضيفك. اليوم لفت ضيفي كمان استاذ ابراهيم بيرم يعني تقدم العنوان المتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتحديدا بجريده النهار ترقب لتحرك فاتيكاني ربما بشكل رساله او من طريق اتصالات داخليه مفاده ممنوع احتكار التمثيل المسيحي. لمن موجه هذا التحرك اذا كان عنوانه ممنوع احتكار التمثيل المسيحي؟ اكيد للي محتكره من 24 سنه. ما بتعرف كثير منيح رولا انه التمثيل المسيحي، يعني اذا جبت ولد صغير اعطيتيه هيك ملف وقلت له راجع تنشوف، عمول هيك اندو فوار ديستوار، عمل لك هيك شي فرض بالتاريخ، جيب هالارشيف وشوف من 24 سنه لليوم مين محتكر التمثيل المسيحي، مين بده يطلع؟ المنفي والبالحبس ولا اللي جايب 11 نايب من اصل 64 بالمجلس النيابي، ولا برئاسة الجمهورية صار له 24 سنة ما عنده رئيس جمهورية بيمثل 1% بحيثية شعبية مسيحية؟ اكيد الاحتكار معروف وين هو، لذلك نحن عم نطالب انه يكون في عودة عن هالممارسة، عودة للدستور، عودة للمناصفة، عودة لانتخاب رئيس مثل ما قلت بكركي بمذكرته الوطنية عنده حيثية وقوي في بيئته. إذا الاحتكار ما صرخة بكركي امبارح، ما قالش كم شهر من هيد مرمرون. نعم، ولكن صرخة بكركي كمان استاذ ابراهيم مؤخرا كانت وكأنها موجهة ضدكم، لأنه ما عم بتأمنوا نصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبعتقد انه عبارة ممنوع احتكار التمثيل المسيحي انما المقصود فيها العماد عون. لا اللي بيعتبر نفسه انه هو الممثل الوحيد للمسيحيين. لا 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 لا، اذا الديمقراطيه احتكار ما بعرف، ما بعتقد ابدا انه في دوله بالعالم او في
نظام ديمقراطي بالعالم او في اي رجل اليوم مطلع مؤسسة طبعا مثل اللي عم نحكي عنهم يعني بيعتبروا انه الديمقراطية والتمثيل الشعبي بموجب انتخابات هو احتكار؟ هي اول مرة بسمع. من يمثل المسيحيين اليوم غير العماد عون؟ الكتل الثاني. نعم. القوات اللبنانية. وبالتالي هنالك. نعم. وبالتالي أنا بعطيك الكتل يعني بس أكيد تمثيل العماد عون بالمجلس النيابي اليوم وحتى على المستوى الشعبي يعني بآخر انتخابات هو أكبر كتلة مسيحية. هذا لا يعني أنه العماد عون وحده بمثل المسيحيين. نحن عم نقول فليكن هنالك اعتراف وأقرار بأنه يجب أن يأتي رئيس جمهورية في هذه المرحلة الحساسة عنده حيثية يستعيد إذا بدك المسيحي دوره في النظام من خلال رئاسة الجمهورية ومن خلال قانون انتخاب يأتي بمجلس نيابي تكرس فيه المناصفة اللي وردت بالطائف ما بتطلع حبر على ورق. هل التفاؤل بإمكان إتمام الاستحقاق الرئاسي بجلسة 2 أيلول مبرر بحسب المعطيات اللي عندك؟ كل شيء ممكن يحصل إذا كان في إرادات يعني الإرادة السياسية والوطنية تروح بهذا الاتجاه. ما نعمي ببصيرتنا، ما نتأمل هيك بأمور ترجع تخدنا للماضي. خلينا ننفتح بشكل يعني طبيعي وسليم، خلينا نحط الأسس يلي انبنى عليها هذا النظام ونجرب نوصل إلى حل. إذا مشينا بهذه الخلفية أكيد بنوصل، بس إذا بدنا نغلب إرادات خارجية وإرادات إذا بدك يعني متعلقة بمصالح خاصة وحزبية وفئوية بالنظام ما حنقدر نوصل لنتيجة. 2 أيلول أو غير 2 أيلول أكيد بكون موعد جيد ويمكن موعد مهم للبنان نسبة للتقدم في انتخاب رئيس جمهورية إذا توفرت الإرادات لاحترام اللي كنا عم نحكي عنه من معايير ديمقراطية. نعم، ولكن لماذا هذا الأمر لا يتم ديمقراطيا بمجلس النواب؟ يعني بتنزلوا بتشاركوا مع حلفائكم مع خصومكم ليفوز من يفوز يعني بالنهاية. هل بتخافوا من أنه يكون في اسم تحت الطاولة؟ أنتم منكم بالعلم يعني حوله أو منكم بفلكه؟ لا لا لا، لأنه بمجلس النواب بكلمتين وكتير بساطة اللعبة منا ديمقراطية، لأنه التوازنات يلي اجت على أساس قانون الدوحة أو قانون الستين اللي عم نعاني منه صار لنا 24 سنة كمسيحيين ليست توازنات تؤمن شراكة فعلية باختيار رئيس جمهورية، وبالتالي هنالك يعني نوع من احترام تقني للرئاسة بمعنى النصاب. ولكن بالجوهر وبالمضمون في مخالفة لكل المعايير الميثاقية والدستورية، لأنه في تكريس لفرض رئيس جمهورية لا علاقة له لا بالشعب اللبناني ولا بالمسيحيين. خايفين اليوم يكون الأمر مماثل؟ يعني تنقلك مش خايفين يعني أنت خايفة. كل اللبنانيين بيعرفوا أنه لم ننتخب رئيس جمهورية. نحن من 24 سنة ما انتخبنا رئيس جمهورية. أنا إذا كانت الأمور ديمقراطية بما يتعلق فيي ما عندي مشكلة، بس أشرت للاستحقاق النيابي على موقفكم برفض التمديد. إذا كانت ديمقراطية نحن كمان مش خايفين، بس الديمقراطية مش تقنية، بس الديمقراطية في إلى أسس. منا منيو على كارت بتنقي منه اللي بدك إياه. طيب بالنسبة للتمديد للمجلس النيابي على بالنسبة للتمديد نحن رافضينه، لأنه نحن بالمبدأ نعتبر أي منع وأي رفض لتداول السلطة مثل ما حصل مش بس هلأ بالتمديد الحالي، ما حاصل بكثير من مراحلنا على المستوى الرئاسي. ما نسينا تمدد مرتين لرؤساء جمهوريات بلبنان. نغمة التمديد على كل المستويات نحن رافضينها وطعنا ومنع المجلس الدستوري من أنه يلفظ حكمه بهذا المجال. نعم نحن سنرفض التمديد. أوكي، شكرا لك أستاذ إبراهيم كنعان عضو تكتل التغيير والإصلاح. عن العمل الحكومي اليوم، لواء تخوفت من حدوث إعصار داخل الحكومة يشل قدرتها على العمل التوافقي إذا جنح المناخ العام بالبلد من الوفاق للالتقاء السلبي. هل في عندك تخوف؟ لا إطلاقا، يعني الحكومة بشكل الحالي حتى يعني على تواضع انتاجيتها، لكن مطلب للكل، يعني الكل ما عاد عنده شيء إلا هذه الحكومة، بيلتقوا فيها بتقتلوا فيها يعني بالتناقضات مجموعة فيها. سيد نصر الله يعني واضح بخطابه الأخير أنه نحن بدنا نحافظ على هذه الحكومة، هذا يعني أنه فريق 8 أذار عموما
متمسك بهذه الحكومة. نعم. ولا أعتقد أنه فريق 14 أذار يعني يملك خيارا آخرا غير هذه الحكومة. هلأ قديش بتنتج، قديش التناقضات فيها، يعني بنقدر نعصرها، بنقدر نمتصها هذه البطولة أو هذا الموضوع تحدي. يعني ليك إذا موضوع مثل موضوع إرسال كان بفجر الحكومة. نعم. موضوع مثل موضوع خطف العسكريين والمفاوضات الدائري حول هذا الموضوع كان يمكن أن يؤدي إلى تفجير الحكومة أو تشظيها، لكن في إصرار من قبل كل الأفرقاء على الحفاظ فيها عليها. على الحفاظ عليها كشكل أخير من أشكال الشراكة بهذا البلد، وإلا ومن تروح يعني الناس يعني بالنهاية. نعم. لا رئيس جمهورية، لا مجلس نيابة معطل، وحكومة يعني بتعرفي حكومة عم تمشي سلحفاتياً. بتصير حكومة تصريف أعمال إذا تمدد لمجلس النواب؟ يعني ما عندي علم فيها تفاصيل بس. نعم. لكن بشكل عام هي هلأ حكومة تصريف أعمال يعني كمان بالأفكار يلي انكتبت اليوم أو بالأخبار، جريدة الأخبار قالت أنه الرئيس الحريري مع تسوية منطقية تقوم على مبدأ سحب إسماعيل عماد عون ودكتور جعجع من التداول والتفاهم على شخصية بتكون قادرة على حماية التفاهم السياسي الموجود يمكن بالبلد. بهذه الحكومة. ايه. للمرة الأولى تقول الأخبار أشار الحريري إلى من يعتقد بأنه ما الأقرب إلى هذه الفكرة وما جان عباد وجان أهوجي. هذا جديد يعني أنا بمنطق اللي بعرفه عن 14 أذار تحديدا رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ما كانت هاي القصص ويردي يعني حتى موضوع المقايضة أو إذا صح التعبير موضوع يعني إنهاء ترشيح دكتور جعجع والحديث عن شخص آخر هذا جديد تماما. لا كان في قول إنه حتى نفسه الدكتور جعجع يستحق ينسحب، لكن حتى هذا الكلام ما كان يعني إنه بك مبارح فيه أو على الأقل جاهز اسم واحد ليقدر ممكن يمكن هذا الأمر يكون جديد يعني بالطرح، لكن يعني ممكن شغلة جديدة يبدأ نبني عليها بس لكن ما مبين يعني آخر لقاء حسب ما بعرف بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري يعني طرحت هذا الموضوع، المعلومات بتقول إنه الرئيس سعد نبيه بري كان قال له من هلأ لكذا سنة مرشحنا العماد عون، من هلأ لثلاث أشهر مرشحنا العماد عون، يعني هذا دليل على إنه بعد ما في شيء جديد. ما في شيء جديد. هلأ يعني حتى الجولة اللي قام فيها الرئيس سعد الحريري ما كانت على أساس إنه في شيء جديد على هالمعطى الرئاسي بالذات. نعم. لذلك الكلام جديد، يعني كلام إحنا ما عم نقلل من أهميته. هل الهدف منه ممكن يكون حرق أوراق؟ لا لا ما بالضرورة ممكن يكون جدي. يعني لا ممكن الهدف يكون من نشر هالمعلومة. إيه. حرق أوراق المرشحين المذكورين. لا ما بالضروره يعني بس انه هاي نحن عم نقول انه جديه هذه المعلومه على يعني مستوى تفكير فريق 14 أذار هذا اللي بعرف وعلى مستوى ما بالضروره يكون مش جدي على مستوى تفكير فريق 8 أذار بعد يمشو. بكير لا بعد بعد عم نحكي على الموضوع. سابين عواس اليوم بتقول بالنهار انه المرحله المقبله فيها عناوين سياسيه مغايره للمرحله السابقه لا سيما بعد احداث عرسال، وحضرتك كنت كتبت مقال نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فيه الثابت أن مرحلة ما بعد أحداث عرسال قد بدأت ومرحلة الخشية من داعش صارت حقيقية. صحيح. سنتوتع أكثر في هذا العنوان بعد التوقف مع أول فاصل.